شلونكم طلاب؟ ان شاء الله اليوم راح نشرح الفارماسيكال كيمستري. راح ناخذ اليوم موضوع الانتي بايوتكس. الانتي بايوتكس هذا الموضوع ماخذيه بالاقاقير اذا تذكرونه، بالفارما بالاقاقير كورس ثاني مرحله ثالثه، هو نفسه يعني تقريبا نفس الشغلات اللي راح ناخذها اليوم ماخذين بالاقاقير، فيعتبر يعني كمراجعه واسهل من اللي اخذناه بالاقاقير. اللي بالاقاقير كان كلش معقد، ماشي؟ فموضوع كلش سهل وبسيط يعني، وحلو ما بيه صعوبه، ماشي؟ فالانتي بايوتكس بالبدايه راح ناخذ مقدمه عليه بسيطه، نبذه تاريخيه، وبعدين نبدي الموضوع مع الانتي بايوتكس. الانتي بايوتكس العالم اللي اكتشفه اللي هو الكسندر فليمنج. شنو العالم؟ منو العالم اللي اكتشفه؟ هذا فليمنج. فليمنج اكتشف الانتي بايوتيك بالصدفه، اكسيدنتلي، بالصدفه اكتشفه. شلون اكتشفه بالصدفه؟ هذا اللي شلون اكتشفه ما موجود بالملزمه يعني، بس راح احكي لكم على مود يعني تفهمون. انه جاب عفن وتركه ويا بكتيريا بالصدفه، تركهم اثنيناتهم بالصدفه، ماشي؟ عفن وبكتيريا تركهم بالصدفه. لاحظ انه هذا العفن ايش سوى؟ بدا يثبط النمو مال هاي البكتيريا، ثبط النمو مال منو؟ مال البكتيريا. فايش سوى البكتيريا؟ يعني قتلها البكتيريا، فصار شنو؟ صار انتي بايوتيك او انتي بكتيريا، ماشي؟ شنو هذا العفن؟ هذا العفن اللي اسمه بنسلينيوم، ماشي؟ فهذا هو العالم اللي اكتشف شنو؟ اللي اكتشف البنسلين. فايش يقول لك؟ فليمنج اكسيدنتلي ديسكفرد بنسلين، شو وقت؟ ب 1929، ماشي؟ طبعا البنسلين يعتبر كلش مهم يعني، فد اختراع كلش مهم ونقذ ارواح هواي. ليش؟ لان قبل 1922 مثلا واحد انضرب بسكينه، هنا شنو؟ من شنو راح يخافون؟ اكثر شيء راح يخافون من شنو؟ او انجرح حتى، مو بس انضرب بسكينه، اكثر شيء راح يخافون من عنده اللي هو البكتيريا، انه البكتيريا راح تنتقل. شنو؟ انه البكتيريا راح تنتقل للجسم. هاي البكتيريا اذا انتقلت للجسم شنو؟ راح تقتل الشخص. او سوى عمليه وكانت بظروف، الظروف مالتها يعني ظروف البيئه ملوثه، فهنا همين شنو؟ ممكن تنتقل البكتيريا وتقتل الشخص. فهذا فليمنج اللي سوى الانتيبايوتيك نقذ هواي ارواح، ماشي؟ هواي ارواح نقذ، ماشي؟ فايش يعتبرون هذا الشيء؟ ميديكال ميركلز، يعني يعتبروها معجزه طبيه هذا الانتيبايوتيك، ماشي؟ فشيء كلش مهم. بس شنو يقول لك؟ بالوقت الحالي بيكوز اوف ذا اوفر يوز اوف ماني ذيس ايجنت، يعني بالاستعمال الاوفر يوز المتكرر او يعني الاوفر لهذا الانتيبايوتيك، ايش صار؟ البكتيريا بدات شو تسوي؟ بدات ريزيستنس لهذا الانتيبايوتيك، بدات تقاوم الانتيبايوتيك، ماشي؟ هذا الشيء يعني كلكم تعرفون انه هي انه الاستعمال الخاطئ للانتيبايوتيك راح يؤدي الى شنو؟ راح يؤدي الى انه البكتيريا تقاوم شنو؟ تقاوم الانتيبايوتيك. هذا الشيء شائع. شنو شائع بالعراق؟ يعني بالعراق اذا واحد صار عنده فلو فشنو ياخذ؟ ياخذ كبسول مال اموكسيلين، يعني ياخذ انتيبايوتيك، فهذا الشيء غلط، ماشي؟ فهذا الشيء راح شو يسوي؟ راح يزيد من مقاومة البكتيريا للشنو؟ للانتيبايوتكس. فهي شنو؟ هي بيكام سيريس بروبلمز يعني شو وقت؟ بال 21 سنتري، بالقرن ال 21. فهاي هي يعني المشكلة مال الانتيبايوتك حاليا، انه دا يستعملوا استعمال خاطئ ودا يصير شنو؟ دا يصير ريزيستنس. فهاي هي المقدمة، ماشي؟ عندنا هنا أربع نقاط، أربع نقاط بسيطات وسهلات. شنو هاي النقاط الأربعة؟ دا يقول لك السبستنس إز كلاسيفايد أز انتيبايوتك لازم يخضع لذن الأربع شروط. يعني على مود تسوي انتيبايوتيك لازم يخضع لهاي الشروط الاربعه، ماشي؟ مثلا انت حبيت تسوي انتيبايوتيك، لازم شو يكون هذا الانتيبايوتيك؟ راح ابدي بالنقاط السهله وبعدين اصعد للنقاط اللي تكون يعني ما مفهومه هواي، ماشي؟ فشو يكون لازم هذا الانتيبايوتيك اللي سويته؟ انتاغونايزز ذا جروث، لازم شو يوقف؟ لازم يوقف النمو مال البكتيريا او المايكرو اورجانيزم. فهاي اول نقطه، انه شنو؟ السبستنس اللي انت سويته، ماشي؟ لازم شو يكون؟ انتاغونايز ذا جروث. هاي واحد. اثنين effective and low concentration، يعني باقل جرعه ممكنه لازم شو يكون؟ لازم يكون effective، لازم يكون فعال، على مود شنو؟ نحصل على سايد افكت اقل، ماشي؟ فلازم يكون فعال باقل جرعه ممكنه. النقطه الثانيه، شنو النقطه الثانيه يقول لك هنا؟ synthetic product produce as a structure analog of naturally occurring antibiotic. شنو يقصد بهذا الشيء؟ synthetic product يعني هذا البرودكت اللي تصنعته، لازم شو يكون؟ لازم يكون ستراكشر انالوج، الستراكشر مالته لازم شو يكون؟ مشابه لمنو؟ مشابه للناتشرالي اكرينج انتيبايوتيك. شنو ده يقصد بالناتشرالي اكرينج انتيبايوتيك؟ يعني الانتيبايوتيك اللي موجود بالطبيعه. شنو هذا الانتيبايوتيك اللي موجود بالطبيعه؟ يعني مثلا الجارليك، الجارليك مو عنده هاي الصفه مال الانتيبايوتيك، ماشي؟ الجارليك او الجنجر، الجرجير، او شنو عندك؟ الهاني، هذن الثلاث شغلات مثلا، يعني هذن الامثله اللي جبتهن، هذن شو يكونن؟ عندهن الصفه مال الانتيبايوتيك. فلازم الانتيبايوتيك اللي نصنعه عنده استراكشر مشابه للاستراكشر مال الجارليك او الهوني او الجنجر، ماشي؟ فيقول لك هنا السينثيتيك برودكت اللي انت راح تصنعه لازم الاستراكشر مالته يكون مشابه للناتشرالي اكرينج انتيبايوتيك. نجي على النقطة الأولى، هاي النقطة الأولى مو كلش واضحة.
ماشي، يقول لك it is product of metabolism، يعني ما فهمت كل زين بس اتوقع انه ده يقصد انه لازم شنو، لازم ما يكون يعني naturally antibiotic، يعني لازم مو ينكل ماشي، وانما يكون يصير له ميتابوليزم يعني يكون دواء ماشي. هاي هذا اللي فهمته على هاي النقطه الاولى. فهذه النقاط الاربعه اللي شنو اللي لازم تحفظوهم. هسه راح ناخذ شنو، راح ناخذ الميكانيزم اوف انتيبايوتيك. الميكانيزم اوف انتيبايوتيك او انتي بكتيريال، عندنا ايش كم ميكانيزم؟ 5 مين ميكانيزمز، عندنا 5 ميكانيزمز. هذا موضوع كله سهل مال الميكانيزمز ماشي. الميكانيزم الخمسه اللي هم هذولي ماشي. اول ميكانيزم راح نثبط شنو، انهبيت بروتين، البروتين اللي موجود بالخليه البكتيريه. بالبدايه احنا دا نثبط شنو، البكتيريا ماشي، انتي بكتيريا. عندنا البكتيريا شنو، هاي من شنو متكونه؟ ماخذيها يعني مكونات مالتها بالسادس بالمرحله الاولى، اللي من شنو متكونه الخليه البكتيريه؟ حيكون عندها شنو، سيل وول، جدار الخليه، وحيكون عندها شنو، سيل ممبرين. عكس الخليه الحيوانيه، الخليه الحيوانيه اللي موجوده عند البشر ما بيها سيل وول. فهذا شيء مهم انتبهوا له، انه السيل وول موجود وين؟ موجود فقط بالخليه البكتيريه. هاي واحد. مش من شنو متكونه بعد؟ متكونه من بروتينات، موجوده بها بروتينات ماشي، متكونه من دي ان اي يعني رايبوسوم وهاي السوالف ماشي، سيل ممبرين ونواه ونويه وذين السوالف اللي موجوده وين؟ اللي موجوده بالبكتيريا، واكو اصوات وهاي السوالف اللي هي من الموجوده بالبكتيريا ماشي. فاول ميكانيزم شنو هو؟ انهبيشن اوف بروتين سينثيسيس، راح نثبط البروتين. البروتين طبعا حيكون كلش مهم للبكتيريا، يعني تتغذى وتتحرك وتسوي الوظائف مالتها، فلازم شنو؟ يكون البروتين يعني موجود. فهنا هنا ايش راح نسوي؟ نثبط البروتين. هاي واحد. اثنين، انهبيشن نيوكليك اسيد سينثيسيس، يعني راح نثبط النيوكليك اسيد، يعني راح نثبط الدي ان اي والار ان اي. هذول شو يسوون الدي ان اي والار ان اي للبكتيريا؟ يخلوها تنقسم. فاحنا منعنا انه الخليه البكتيريه تنقسم. هاي اثنين. ثلاثة، انهبيت سيل وول، راح نثبط السيل وول. ثلاثة، شنو راح نثبط؟ السيل ممبرين. أربعة، راح شنو نثبط؟ انهبت ميتابوليزم، العمليات مال الميتابوليزم اللي موجوده بالبكتيريا راح نثبطها. فهسه شنو راح ناخذ؟ راح ناخذ هذين الميكانيزم نفسهم اللي قلناهن، وتاخذ كل يعني كل ميكانيزم والمثال مالتها. مثلا عندك السيل وول، منو اللي يشتغل لك على السيل وول؟ اللي هو بنسلين، بس هيش اللي تقراه، يعني هو هذا اللي تقراه، كل ميكانيزم وشنو مالتها؟ الدواء اللي يثبطها، هذا اللي راح نقراه هسه. فاول شيء راح نبدا بشنو؟ بالانهبيشن اوف سيل ميتابوليزم، هذا الميتابوليزم اللي هو اخر واحد اللي حكينا عليه. فانهبيشن اوف سيل ميتابوليزم، الدواء اللي يثبط الميتابوليزم شنو راح نصيح له؟ كولد انتي ميتابولايت، هو مبين من اسمه يثبط لك الميتابوليزم، فشو تصيح له؟ انتي ميتابولايت، كلش واضح هذا الشيء ماشي. ايش يقول لك؟ يقول لك بعد ذيس كومباوند، هاي يعني هاي الادويه، ايش راح هاي الادويه اللي يثبط لك الميتابوليزم ايش بيها؟ انهبيت ميتابوليزم اوف مايكرو اورجانيزم، يعني الأدوية هاي تثبط لك الميتابوليزم مال منو؟ مال المايكرو أورجانيزم، ما تثبط لك الميتابوليزم مال الهوست. يعني هاي الأدوية تثبط لك الميتابوليزم مال البكتيريا مو مال الإنسان، ماشي؟ يعني الميتابوليزم مال الإنسان ما عليه بي. زين. شلون راح تثبط الميتابوليزم؟ من خلال إنه هي راح تثبط فد إنزيم مهم مسؤول عن الميتابوليزم اللي اسمه إنزيم كاتالايزد ريأكشن. إنزيم كاتالايزد ريأكشن هو هذا الإنزيم اللي راح يثبط، فلما يثبط هذا الإنزيم راح يثبط الميتابوليزم. خوش؟ الشغلة المهمة كلش اللي لازم تعرفها اللي هو هاي the best known example of antibacterial agent اللي هو منو؟ اللي هو سلفونامايد. هاي كلمة شوفوها، هي هاي اللي تدرخوها درخ. السلفونامايد هي مثال للتثبيط مال الميتابوليزم. السلفونامايد مثل شنو؟ مثل السلفاسلازين. السلفاسلازين يعني هو أكثر من مرة أخذناه، اللي هو البرو دراج أوف ميسالامين اللي يستعمل للألسريتيف كولايتس ماشي، اللي هو سلفونامايد يسمونه. هاي واحد من الأنواع مال السلفونامايد اللي هو السلفاسلازين. خوش؟ فالسلفونامايد هو شنو؟ هو انهبيشن للسيل ممبرين راح يسوي. خوش؟ هذا اللي هاي اهم شيء تعرفه من هنا. زين، بعد عندك هاي اللي هنا فتشي تفهمه فهم، يعني اقراه مره واحده مو يعني مو كلش فتشي كلش مهم. يقول لك الانتي بكتيريال ايجنت هذا السلفونامايد شو يكون؟ حيكون عنده سلكتيفيتي اجينست انزيم ويتش بريزنت ان بوث، وين؟ بالبكتيريال وبالماميليان سيل ماشي؟ يعني وين؟ بالبكتيريا وبالانسان. حيكون عنده سلكتيفيتي، فهو شنو؟ حيشتغل بس على البكتيريا. خوش؟ As long as there are significant difference in structure between the two، يعني اذا كان الاستراكشر مال البكتيريا يختلف عن الاستراكشر مال الانسان، فشنو؟ يعني هذا الانتي بكتيريال راح يشتغل وين؟ على هذا، على البكتيريا ويوقفها. خوش؟ فد شيء يعني تفهمه فهم، بس اهم شيء من انا شنو تفهمه؟ انه راح نثبط الميتابوليزم، وهذا الشيء راح نصيح للانتي ميتابولايت، هذا الشيء واضح يعني كلش. شلون؟ عن طريق ان نثبط انزيم اسمه انزيم كاتاليزد رياكشن، هذا نثبطه، والمثال اللي هو سلفونامايد. زين، ننتقل للي بعده. اللي بعده هذا اللي هو انهبيشن للسيل وول،
قلنا هذا السيلول وين موجود؟ فقط موجود بالخليه البكتيريه، ما موجود بالخليه الحيوانيه. ماشي؟ فلما نوقفه يعني اذا انت شلت يعني ثبطت السيلول، الشيء اللي يحمي البكتيريا شلته، فشنو الشغلات راح تبدا تدخل للبكتيريا وتدمر البكتيريا. خوش؟ لان احنا شنو؟ دمرنا الشيء اللي يحمي البكتيريا. مثل شنو عندك هاي الشغلات اللي تثبط لك السيلول؟ اللي هو بنسلين، السيفلوسبورين، الجلايكوبيبتايد مثل الفانكومايسين. اذا الثلاث ادويه شو تكون؟ تثبط لك السيل، الوول سيل، تحفظهم السفلو سبورين والبنسلين والجلايكوبيبتايد اللي هو فينكومايسين. زين، النقطة اللي بعدها اللي هي انتراكشن وذ بلازما ممبرين، يعني السيل ممبرين. احنا مو قلنا راح يثبط السيل وول والسيل ممبرين؟ فهسه شنو؟ الأدوية اللي راح تثبط لك السيل ممبرين. فاكو أدوية تكون انتي بكتيريال ايجنت انتراكت، راح شنو؟ يعني تتداخل او تتفاعل او يعني تثبط لك منو؟ تثبط لك السيل ممبرين، تثبط لك البلازما ممبرين او السيل ممبرين. ولما يثبط البلازما ممبرين هذا همين يحمي البكتيريا، نفس السيل وول. السيل ممبرين نفس السيل وول همين يحمي البكتيريا. فلما يتدمر اكو شغلات تقوم تدخل، فلما تدخل هاي الشغلات ايش راح تسوي؟ راح تدمر همين شنو؟ راح تدمر البكتيريا. ماشي؟ مثل شنو عندك؟ بولي ميكسينز وعندك التايروثرسين. ثرسين، تايرو ثرسين، هذين الاثنين الأدوية الاثنين شو تكون؟ تكون تثبط لك السيل ممبرين. هو هاي الأهم شيء، يعني أهم شيء تقرأ لما تقرأ الميكانيزم اللي هذين الأمثلة اللي هن كلش مهمات اللي هن ممكن يجن يعني. زين، الميكانيزم اللي بعدها اللي هي disruption of protein synthesis، راح نثبط شنو؟ البروتين. قلنا هذا البروتين حيكون كلش مهم required for cell survival، يعني على مود الخلية البكتيرية يعني تنجو وتحافظ على الحياة مالتها لازم شنو؟ لازم تصنع البروتين. فالبروتين لما نثبطه فالخليه البكتيريه ايش راح يصير بيها؟ راح تتدمر وراح تموت. شنو الادويه اللي تشتغل على البروتين سينثيسيس والثبطه؟ اللي هي ريفامايسين، امينو جلايكوسايدز، تتراسايكلين، وكلورامفينيكول. هذن كلهم راح يشتغلون على البروتين سينثيسيس. ماشي؟ فهذن اللي تحفظهم، هذن الشغلات اللي مهمه. اخر شيء اللي يشتغل لك على النيوكليك اسيد، يعني يثبط لك الدي ان اي والار ان اي، فراح نثبطه للنيوكليك اسيد. بهذا الشيء شنو منعنا من شنو؟ بريفنت سيل ديفيجن زائد السينثيسيس اوف بروتين. يعني لما نثبط النيوكليك اسيد راح تمنع انه الخليه تنقسم وتصنع البروتين نات المهمه اللي يعني مسؤول عن بقائها. ماشي؟ فالنيوكليك اسيد لما نثبطه راح تموت الخليه البكتيريه. مثل شنو عندك؟ نالديكسيك اسيد والبرو فلافين، هذول الاثنين ايش بيهم؟ يثبطوا لك النيوكليك اسيد. فقلت لكم اهم شغله، انا هاي فد رسم مثل هذا اللي بالبدايه. ماشي؟ هذا يعني حقوفه ما راح احكي عليه. فأهم شغلة تقرأها بالميكانيزم، كل ميكانيزم وشنو مالته اللي يعني اللي يثبطه. يعني عندك هذا الانهبيشن اوف سيل ممبرين، منو اللي يثبط لك السيل ممبرين؟ اللي هو سيلفونامايد. السيل وول منو يثبط لك اياه؟ اللي هو السفلو والبنسلين والفينكومايسين. هكذا هيك يعني تقرأ الميكانيزم، هو هذا اللي ممكن يجيك. ماشي؟ هذا الجدول طبعا هو الدكتور قال ترك، فاحنا ما راح نقرأه نعوفه ترك. ننتقل الى موضوع اسمه بيتا لاكتام انتيبايوتكس. موضوع كله سهل وبسيط وحلو. بيتا لاكتام انتيبايوتكس، بالبدايه البيتا لاكتام انتيبايوتكس هم اثنين، فقط اثنين تدرخهم. من هم اثنين؟ واحد البنسلين او البنسلين، اثنين السيفلوسبورين. هذول ايش بيهم؟ هذول نسميهم بيتا لاكتام انتيبايوتيك. منو جماعه البيتا لاكتام؟ اللي هم بنسلين زائد منو؟ زائد السيفلو. هذول تدرخهم البيتا لاكتام اثنين، سيفلو وبنسلين. خوش؟ زين، تجي على كلمة بيتا لاكتام، شنو معنى كلمة بيتا لاكتام؟ كلمة بيتا لاكتام معناها اكو بالستركتشر بيتا لاكتام. شنو هو البيتا لاكتام؟ بالستركتشر مال البنسلين او السيفلو شنو اكو؟ اكو بيتا لاكتام. شنو هذا البيتا لاكتام؟ البيتا لاكتام هو عبارة عن ثلاث كربونات ونيتروجين، واحدة متصلة بالثانية. ماشي؟ هذا هو البيتا لاكتام. وبهاي الكربونه شنو اكو؟ بالكربونه هاي رقم اثنين اكو اكسجين. خوش؟ هذا هو البيتا لاكتام. هيك رسمه بدون كربونات هيك راح يصير الرسم مالته. ماشي؟ هذا هو شو نسميه؟ هذا هو البيتا لاكتام. لما نوصل للميكانيزم راح نحكي عليه بعد اكثر. ماشي؟ فاللي تحط ببالك هذا هو الرسم مال البيتا لاكتام، يعني تحط ببالك انه تفهم الميكانيزم، تفهم هواي شغلات. ماشي؟ فالبيتا الانتي بايوتيك ذات بوسز اللي تملك بيتا لاكتام شبيهه. البيتا لاكتام هو عباره عن شنو؟ 4 membered cycle amide. بي امايد هو 4 membered مثل ما شفنا، هو يعني 1 2 3 وهاي النيتروجين هي الرابعه. ماشي؟ هذا هو البيتا لاكتام، هذا عرفنا البيتا لاكتام.
ماشي. فايش يقول لك هنا؟ يقول لك انه الانتي بايوتيك اللي عندها بيتا لاكتا مشبيهه رينج ستراكشر ار دوميننت كلاس اوف ايجنت كرنتلي يوزد فور كيموثيرابي اوف بكتيريال انفكشن. يعني منو الاكثر شيء يستعملوه البكتيريال انفكشن؟ اللي هو هذا البيتا لاكتام اللي هو السفلو وال شنو والبنسلين. فاللي تعرفه هسه لحد هسه شنو اللي تعرفه؟ انه هذول البيتا لاكتام هم مجموعتين، السفلو زائد شنو؟ زائد البنسلين. ماشي؟ وتعرف شنو الاستراكشر مال البيتا لاكتام اللي هو هذا الاستراكشر، اكو ان هنا وكان هنا دبل بوند او، هذا هو البيتا لاكتام. زين. اول بيتا لاكتام اكتشفوه هو شنو؟ ذا فيرست انتي بايوتيك تو يوز ان ثيرابي اللي هو بنسلين. اول واحد اكتشفوه اللي هو هذا اللي اكتشفه هذا الانمي فليمنج. ماشي؟ البنسلين. اول بيتا لاكتام اكتشفوه او اول انتي بايوتيك اكتشفوه اللي هو البنسلين. البنسلين راح نقسمه الى قسمين، هو اكثر من هو اربع انواع او ما اعرف كم نوع. احنا ماخذين اربع بالعقاقير بس هنا عندنا نوعين. فالبنسلين راح يقسم الى قسمين، بنسلين جي وبنسلين شنو؟ بنسلين في. كم قسم البنسلين؟ قسمين، الجي والفي. شنو الفرق بين الفرق بيناتهم؟ انه هذا البنسلين جي ايش بيه؟ بنسلين جي ما نقدر ناخذه اورالي ما راح يشتغل، المعده ما راح تمتص، راح تكسره، وانما نعطيه اي في. بينما الفي هذا شنو؟ ينأخذ اورالي ما بي اي مشاكل. ماشي؟ هذا الفرق بيناتهم، هذا اللي لازم تعرفه. البنسلين هو جي وفي، الجي ينأخذ اي في ما ينأخذ اورالي، يتكسر بالمعده، بينما الفي راح نقدر ناخذه اورالي. زين. بعد شنو عندك على البنسلين؟ جماعه البنسلين الاسم الكيميائي مالتهم، البنسلين جي شنو الاسم الكيميائي مالته؟ هذا لازم تدرخه، ممكن يجيك بنسلين جي اسم الكيميائي مالته بنزايل بنسلين. ماشي؟ بنزايل بنسلين. بينما البنسلين في الاسم الكيميائي مالته اللي هو شنو؟ فينوكسي ميثايل بنسلين. هذني لازم تحفظهن. فابو الجي، ابو الجي شنو اللي ناخذ اي في؟ بنزايل. وابو الفي شنو؟ فينوكسي ميثايل او فينوكسي ميثيل. ماشي؟ فهذن الاسماء الكيميائيه لازم تحفظهن، يعني احتمال تجي بالام سي كيو. خوش. فهسه كملنا الفيرست، تجي على السكند. هسه الفيرست اللي هو منو؟ اللي هو البنسلين. السكند ثاني واحد اكتشفوه اللي هو منو؟ اللي هو السفلو سبورين. فده يقول لك the discovery of second major group of beta lactam antibiotic اللي هو منو؟ اللي هو السفلو سبورين. ماشي؟ السفلو سبورين يعني جماعه السيفكس، تعرفوهم يعني هم فور جنريشن. ماشي؟ يعني ما ذاكري لك تفاصيل مال السفلوسبورين، مجرد ذاكر لك انه هو السفلوسبورين هو شنو؟ ثاني واحد اكتشفوه كبيتا لاكتام انتي بايوتيك. زين، هذا السفلوسبورين شو وقت راح نستعمله؟ اذا كان اكو ريزيستنس للبنسلين، يعني اذا كانت البكتيريا تقاوم البنسلين، تقاومها وتكسرها البنسلين، فهنا شنو؟ هنا راح نستعمل السفلوسبورين. زين، عندك تو بكتيريا راح تكسر لك البنسلين، اللي هم هذول الاثنين اللي ذاكرت اياهم هنا. البكتيريا اللي راح تكسر لك البنسلين، واحد نسميها بنسلينيز producing staphylococci. يعني staphylococci راح تنتج لك شنو؟ راح تنتج انزيم اسمه بنسلينيز. هو مبين من اسمه، يعني ايش راح يسوي هذا الانزيم؟ راح يكسر البنسلين. هذا واحد. والثاني اللي هو جرام نيجاتيف باسيلي. جرام نيجاتيف باسيلي هذا هم ايش يسوي؟ يسوي ريزيستنت للبنسلين ويدمره وما يخليه يشتغل. فبهاي الحالات راح نستعمل شنو؟ راح نستعمل السفلوسبورين. ماشي؟ هذا يعني دا يقول لك اياه هنا، يقول لك هنا فشي يعني بس تفهم فهم، يقول لك almost all bacteria species or species are sensitive to one or more of available beta lactam antibiotic. يعني كل البكتيريا حتكون شنو؟ عندها sensitive لواحد او اكثر من شنو؟ من البيتا لاكتام انتيبايوتيك. فشي يعني تفهمه فهم، يعني مو كلش مهم، اللي مهم هذني الانواع الاثنين، واهم شيء بنسلين يعني هاي كلش تركز عليها. شوف هذا مخطط سوي نفسه واحفظه، بنسلين جي وفي هذا ناخذ اي في ما ناخذ اورالي لين شنو؟ المعده تكسره، بينما الفي ناخذ اورالي، ابو الجي بنزايل، ابو الفي فينوكسي. هذا كلش مهم. زين، هسه راح نحكي على الاستراكشر مال البنسلين. ماشي؟ ما السفلوسبورين هسه راح نوفر، راح نحكي شنو؟ راح نحكي بس على البنسلين. ماشي؟ فالبنسلين اللي هم نوعين قلنا، اما جي او شنو؟ او في. فابو الجي اللي هو منو؟ اللي هو بنزايل بنسلين، قلت لكم هذا كلش مهم لازم تحفظوه، البنزايل بنسلين. بينما الفي اللي هو فينوكسي مثل بنسلين. ماشي؟ شنو الاستراكشر مالتهم؟ طبعا كل سهل وبسيط الاستراكشر مالتهم، الاستراكشر مالتهم قبل شوي حكينا عليه، شنو بي؟ بي بيتا لاكتام، هاي واحد، فانت
هاي الواحد كملتها تعرف انه هو بيتا لاكتم. شنو الاستراكشر مال بيتا لاكتم؟ شلون صاير؟ فور ممبرد رينج، يعني شنو؟ ثلاث كربونات وبيها نيتروجين، ومن هنا شنو متصل؟ من هنا الكربون، من هنا الاكسجين. هذا شنو نسميه؟ نسميه بيتا لاكتم. ماشي، هذا بيتا لاكتم. فواحد متكون من شنو؟ متكون من بيتا لاكتم. اثنين اللي هو متكون من شيء اسمه ثايوزولودين، ثايوزولودين رينج. ماشي، هسه راح افهمكم شنو هاي الثايوزولودين رينج. نجي للستركتشر مال هذا الستركتشر مال شنو؟ مال البنسلين. اذا تشوفون متكون من شغلتين، الشغله الاولى اللي هي هاي، شنو هاي؟ هاي بيتا لاكتم، هذا الشيء عرفناه انه هذا هو البيتا لاكتم، هذا واحد كملناه. الشغله الثانيه اللي نسميها شنو؟ نسميها ثايوزولودين رينج، اللي هو هذا الثايوزولودين رينج. ماشي، هاي الرينج. فمتكون من شغلتين، الستركتشر مال منو؟ مال البنسلين. اذا جاك بالام سي كيو من شنو متكون؟ متكون من شغلتين، واحد بيتا لاكتم، اثنين ثايوزولودين. خوش، اذا الاثنيناتهم تطبقهم سوا شو يصير لك؟ تحصل على هذا شنو؟ الباي سايكل. يعني صار عندك شنو؟ باي سايكل، لانه رينجين صارت، تو سايكل صار عندك. شو راح نسميه هذا كله؟ هذا كله راح نسميه البنسلين، او شو نسميه كيميائيا؟ نسميه كيميائيا 6 امينو بنسلينيك اسيد. 6 امينو بنسلينيك اسيد، هذا كلش مهم لازم تعرفه. فاذا سمعت كلمه 6 امينو بنسلينيك اسيد شنو معناها هاي؟ معناها ثايوزولودين زائد شنو؟ زائد بيتا لاكتام. هاي كملنا الاستراكشر، ما بي اي شيء، كلش بسيط وسهل. ماشي، بعد شنو دا يقول لك؟ دا يقول لك انه البنسلين شنو بايو سينثيسيس مالته؟ شلون راح يصنع؟ راح يصنع عن طريق 2 امينو اسيد ديرفايد فروم 2 امينو اسيد، اللي هم من هم؟ اللي هم السيستين والفالين. طبعا هاي ماخذينها احنا بالعقاقير بالتفصيل، هو هنا ما عندنا هاي التفصيل، يعني مجرد يذاكر لك الفالين والسيستين، اما بالعقاقير كانت كلش طويله، فالين وسيستين وراها عده خطوات، لا هنا انا مختصر لك اياها، بس فالين وسيستين. فهو من شنو متكون البنسلين؟ من فالين زائد شنو؟ زائد سيستين. فالين زائد سيستين ايش راح ينطوك؟ الفالين والسيستين هذول الاثنين، يعني ما مطلوب الاستراكشرات احنا لا تقروهن، بس هذا اوضح لكم انه هذا فالين والسيستين وياهم في شغله ثالثه ما مذكوره عندنا، بس بالعقاقير مذكوره. احنا نمشي على الملزمه، الفالين والسيستين اثنيناتهم ايش ينطوك؟ ينطوك هذا الاستراكشر اللي شنو سميناه؟ سميناه امينو بنسلينيك اسيد او بنسلين. خوش، فهمنا هذا يعني الاستراكشر، كملناه. زين، ننتقل للاستاد اللي بعده. عندنا في شغله بالاستراكشر ايش راح نسميها؟ ذا اسايل سايد تشين. ذا اسايل سايد تشين، شنو هاي الاسايل سايد تشين؟ هسه اشوف لكم اياها بالاستراكشر. شوفوا هسه هذا عرفناه بيتا لاكتم، هذا عرفناه ثايوزولودين، اثنيناتهم نطبقهم شو يصير؟ 6 امينو بنسلينيك اسيد. زين، الاسايل سايد تشين شنو هذا؟ الاسايل اللي هو هذا الار، هذا هو الاسايل سايد تشين. هذا اذا اتصل بي، هذا البنزايل، فشنو راح نسميه؟ راح نسميه بنزايل بنسلين او بنسلين جي. ماشي، اذا اتصل بالار بنزايل فايش راح نسميه؟ راح نسميه بنسلين جي. اما اذا اتصل بالار هذا فينوكسي ميثايل فايش راح نسميه؟ راح نسميه بنسلين في او فينوكسي ميثايل بنسلين. خوش، فهذا الار هو اللي راح يقول لك شنو، يعني ايش راح يعني راح يغير لك المركب كله. اذا بنزايل صار جي، اذا فينوكسي ميثيل صار شنو؟ صار في. ماشي، فنرجع لل هذا السلايد يقول لي ذا اسايل سايد تشين. لما تسمع كلمة اسايل سايد تشين يعني خليها ببالك انه ممكن شنو عندك؟ هاي الار ممكن شو تكون؟ تكون بنزايل، فشنو عندك؟ هذا بنسلين جي. او هاي الار فينوكسي ميثايل فشو تكون؟ في. خوش، هاي اول شغلة تحطها ببالك. زين، الاسايل سايد تشين ديبندينج اون فرمنتيشن ميديوم، يعني شنو ديبندينج اون فرمنتيشن ميديوم؟ راح يعتمد على فرمنتيشن. شنو فرمنتيشن؟ احنا بالعقاقير اخذنا طريقة تصنيع الانتي بايوتيك، شلون كنا نصنعه؟ مثلا الاسبرين، باو، كنا نجيب كلتشر هيك، وش نزرع بيه؟ نزرع بيه مثلا البنسلين. ماشي، نزرع بيه البنسلين، وش نزرع وياه بعد؟ نزرع وياه او مو نزرع، نغذيه بشغلتين. ايش كم شغله نغذيه؟ نغذيه بشغلتين. شنو الشغله الاولى؟ اللي هي الكربوهيدرات الشوجر، هاي ما علينا بها اليوم. والشغله الثانيه اللي هي شنو؟ اللي هي البروتين. ماشي، هذا كله الشغله هاي، كل الحكي اللي ذكرناه شو نسميه؟ فرمنتيشن. كل هاي عمليه تخمير على مود شنو؟ على مود ننتج الانتي بايوتيك. فدا يقول لك الار هذا
على شنو راح يعتمد؟ راح يعتمد على عملية الفرمنتيشن، هاي قبل شوي حكيتها. فهاي عملية الفرمنتيشن إذا كانت تحتوي، إذا هاي عملية هذا الفرمنتيشن ميديوم، هذا تشوفوا إذا كان يحتوي contain high level of phenyl acetic acid، فش راح ينطينا؟ راح ينطينا بنزايل بنسلين، ماشي؟ في الفرمنتيشن ميديوم إذا كان يحتوي على شنو؟ phenyl acetic acid، فشنو راح ينطيك؟ راح ينطيك بنزايل بنسلين، ماشي؟ بينما في الفرمنتيشن ميديوم، هذا الفرمنتيشن ميديوم إذا كان يحتوي containing فينوكسي أسيتيك أسيد، فش راح تحصل هنا؟ راح تحصل على فينوكسي مثل بنسلين اللي هو الفي، ماشي؟ فهذا الار راح يعتمد على الفرمنتيشن. الفرمنتيشن إذا احتوى على فينال أسيتيك أسيد فهنا أنت حصلت بنزايل، إذا احتوى على فينوكسي أسيتيك أسيد فأنت حصلت هنا على شنو؟ بنسلين في. طبعا هنا نعطيك اكزامبل على الفرمنتيشن ميديوم، يعني شلون الفرمنتيشن ميديوم راح يحتوي على مثلا هذا الفينال أسيتيك أسيد اللي هو كورن، كورن ستيب ليكوار، هذا هو اللي يحتوي على البروتين طبعا، كورن ستيب ليكوار، ماشي؟ كورن ستيب ليكوار شنو بي؟ موجود بي فينايل اسيتيك اسيد، فهذا فينايل اسيتيك اسيد راح يعطيك شنو؟ البنسلين جي اللي هو بنزايل بنسلين، ماشي؟ كملنا هاي الشغله، يعني فشي سهل وبسيط، زين. هسه راح نحكي على الخواص مال بنزايل بنسلين اللي هو بنسلين جي، ماشي؟ البنسلين جي عنده خصائص كلش سهله وبسيطه، وحتى يعني ذكرناها، ذكرنا نقطة من عندها، نقطتين، وذكرنا نقطة من عندها فقط نقطة، وكلش سهلة وبسيطة. بالبداية راح يحكي لك على البنسلين جي، يعني وش يقول لك؟ يكون هو شنو هذا البنسلين جي؟ أكتف أجينست رينج أوف بكتيريال إنفكشن، راح يشتغل على هواي بكتيريا ويدمرها يعني ويثبط النمو مالتها، بس شنو؟ لاك سيريس سايد إفكت، لاك سيريس سايد إفكت يعني السايد إفكت مالته حيكون قليل. ماشي، يعني هاي فد ادفانتج نقدر نعتبره ادفانتج. شنو الادفانتج مالته؟ لاك سيريس سايد افكت، ما بي فد سايد افكت او ادفيرس افكت حيكون كلش خطير، ماشي؟ بس شنو بي؟ بي فيريس دروباك، بي عيوب، ماشي؟ ايش كم عيب عنده؟ 1 2. الادفانتج مالته شنو هو؟ 1 السايد افكت مالته قليل، ماشي؟ السايد افكت قليل، بينما عيوبه عنده عيبين. العيب الاول هذا شنو اسمه؟ بنسلين جي. بنسلين جي قلنا هذا ما ينخذ اورلي، لان شنو؟ لان المعده راح تدمره، حامض مال المعده راح يدمره، فهذا هو 1 cannot be taken orally because it is broken down by stomach acid. بالستومك شنو راح يتكسر وما نقدر ناخذه اورلي، فشلون ينطوا اي في، ماشي؟ هذا هو منو؟ هذا بنسلين جي، هذا يعني احنا عرفناها ابو الجي، هذا اي في. زين، النقطه الثانيه شنو هي؟ النقطه الثانيه it has no effect particularly those where the microorganism produce enzyme called beta lactamase. إذا البكتيريا كانت تنتج إنزيم اسمه بيتا لاكتيميز، فهنا البنزايل بنسلين ما راح يشتغل، الفينوكسي مثل البنزلين ما راح يشتغل، حتى السفلسبورين ما راح يشتغل. ليش؟ لأن البكتيريا كونت إنزيم اسمه بيتا لاكتيميز. هذا بيتا لاكتيميز إيش راح يسوي؟ هذا بيتا لاكتيميز راح يشوف البيتا لاكتام، هذا هو البيتا لاكتام، ماشي؟ هنا إن أنا دبل بوند أو، هذا البيتا لاكتيميز هو مبين من اسمه شنو؟ بيتا لاكتيميز، يعني شو يسوي لك؟ يكسر لك البيتا لاكتام. والانتيبايوتيك اللي هو البنسلين والسفلوسبورين آلية الشغل مالتها كلها راح تعتمد على شنو؟ على بيتا لاكتام. فإحنا لما البكتيريا وقفت البيتا لاكتام، البنسلين ما راح يشتغل، السفلوسبورين همين ما راح يشتغل، ماشي؟ بيتا لاكتيميز هذا راح نحكي عليه بعدين بالبارت الثاني، راح نحكي عليه بصورة أكثر، بس اللي تعرفه انه هاي البكتيريا اذا صنعت هذا الانزيم اللي اسمه بيتا لاكتيميز راح تقاوم شنو؟ راح تقاوم الانتيبايوتيك اللي هو منو؟ اللي هو السفلسبورين اللي هو البنسلين، وتدمر البيتا لاكتام اللي موجود بالستراكشر مالته، هذا هو البيتا لاكتام، هذا لما يتدمر المركب مال يعني الانتيبايوتيك اللي هو السفلو او البنسلين ايش بيه؟ راح يصير ان اكتف، ماشي؟ هذا العيب الثاني يعني، ومعروف يعني اكيد مر عليكم ماخذيه قبل احنا. فدا يقول لك this is an enzyme which hydrolyzes، راح يسوي؟ راح يسوي hydrolysis، يعني شنو؟ راح يثبط لك راح يثبط لك هذا البيتا لاكتام، يحلل الكياء، يحلله، فشنو؟ البنزايل بنسلين او شنو؟ حتى مو بس البنزايل بنسلين، السفلو والبنسلين جي وكل البنسلينات كلها ايش راح يصير بيها؟ كلها راح تصير انكتيف، لان كلها راح تحتوي على بيتا لاكتام، فالبيتا لاكتاميز راح يكسرهم، ماشي؟ هذا هو العيب الثاني. فاكو عيبين، هذول العيوب الاثنين اللي تقرون، هذول اهم شيء يعني موجودين هنا. زين،
وصلنا الى شنو؟ وصلنا الى التسميه. نمونك ليتشر كليتشر، نمونك كليتشر، هاي التسميه. طبعا انا اشوف اصعب شيء بهاي المحاضره هي التسميه. ليش؟ لان اكو هواي اسماء راح نحفظهم، ماشي؟ يعني هي هذن الكتابات كلها سهله، كلها تفهمها، بس شنو عندك هنا هذا الجدول شنو بي؟ بي اسماء كيميائيه لازم تنحفظ، هاي الصعوبه مالته، بينما هو هذا الموضوع كله سهل، فشي كلش بسيط ومر عليكم قبل. ف النومنكليتشر التسميه حتكون عندنا تو سيستم، عندنا كم سيستم؟ عندنا تو سيستم للتسميه. السيستم الاول شنو اسمه؟ كيميكال ابستراكتس، كيميكال ابستراكت سيستم. هذا شنو هذا السيستم الاول؟ اسمه ابستراكتس، ماشي. والسيستم الثاني اللي هو اليو اس بي، واحد اسمه ابستراكتس وواحد اسمه يو اس بي، ماشي. شنو الفروقات بيناتهم؟ لازم انت تعرف الفرق بيناتهم. الفرق بيناتهم كلش سهل، كلش سهل وبسيط. كيميكال ابستراكتس هذا السيستم الاول ايش بي؟ راح يبدا الترقيم مالته، ترقيم مالته النمبرنج راح يبدا شنو؟ والسيل، بينما النيتروجين ايش راح ياخذ؟ رقم 4، ماشي. هذا من هو؟ هذا ابستراكتس، ابستراكتس اقصد، ابستراكت كيميكال ابستراكت سيستم. السيلفر راح ياخذ يا رقم، راح ياخذ السيلفر رقم 1، بينما نيتروجين رقم 4. اليو اس بي راح يصير بالعكس، النيتروجين هو اللي راح ياخذ رقم 1 والسيلفر هو اللي راح ياخذ رقم 4، ماشي. لما نشوف الاستراكشر راح يصير اوضح. كيميكال ابستراكتس، ماشي، مثل ما تشوفون بالاستراكشر، الاس يا رقم ماخذ، الاس ماخذ رقم 1 اللي هو هذا السيلفر الثايو، بينما النيتروجين شنو ماخذ؟ النيتروجين ماخذ رقم 4، هذا بالابستراكتس، ماشي. بينما تجي على اليو اس بي، اليو اس بي الاس شنو ماخذ؟ الاس ماخذ رقم 4 عكس هذا ابستراكتس، ماشي. بينما النيتروجين هنا من ماخذ؟ هنا ماخذ 1، هنا انا ماخذ 4، فاثنيناتهم يعني يختلفون بالترقيم. هاي النظام مال التسميه الاول كملناه، ماشي. هاي النظامين اقصد، هو عندنا تو سيستم كملناهم زين، اللي هو اليو اس بي والابستراكتس. بعد شنو عندنا؟ عندنا 3 سمبليفايد فورم اوف بنسلين نيوميكليتشر، نيوميكليتشر اللي هي تسميه للبنسلين، حتكون ابسط من ذن اللي فوق. هسه ذن اللي فوق فهمناها، هذا ابو الابستراكتس السيلفر 1 ولا يو اس بي السيلفر هنا 4، بينما التسميه البسيطه يعني السمبليفايد فورم حتكون شنو عندنا؟ 3 مو بس 2 هنا، لا هنا 3، عندنا 3 نقاط حتكون كلش بسيطات. اذا الثلاث نقاط كلش بسيطات، هسه راح نشرحهم وحده وحده. اول وحده، اول تصنيف، ذا فيرست يوزز، ذا فيرست يوزز ذا نيم بينام. البينام هذا شنو ده يقصد بالبينام؟ البينام هو ان سبستيتد باي سايكل سيستم. يعني شو ان سبستيتد باي سايكل سيستم؟ يعني باي سايكل اللي هم هذول الاثنين البيتا لاكتام واللي هذا كان بصفه اللي هو شنو؟ الثايوزولجين، هذول شو نسميهم؟ نسميهم باي سايكل. شو يكونون؟ يكونون ان سبستيتد، ماكو فت سبستيتد عليهم، ماكو فت تفرعات عليهم. فلما ماكو تفرعات عليهم هذول باي سايكل الاثنين ايش راح نسميهم؟ راح نسميهم بينام. مثل ما تشوفون هذا الامينو بنسلينيك اسيد، 6 امينو بنسلينيك اسيد او البيتا لاكتام زائد الثايوزولجين، ما عليهم اي تفرعات، شوفوا ماكو اي سبستيتد عليهم، بدون اي تفرعات. فهذا باي سايكل ماكو عليه تفرعات، ايش راح نسميه؟ راح نسميه بينام. خوش، هاي كملنا هذا التصنيف. ننتقل للتصنيف الثاني، the second seen more frequently in medical literature، ماشي. وين نشوف هذا التصنيف الثاني اكثر شيء؟ وين راح نشوفه؟ راح نشوفه بالميديكال ليترشر اللي هو ترجمه الحرفيه مالت الادب الطبي، يعني نشوفه بالمقالات وهاي السوالف. اللي هم ايش راح يسمون البنسلين؟ كل البنسلينات راح يسموها؟ يسموها بنسلينيك اسيد، بنسلينيك اسيد كل البنسلينات. شنو هي؟ رينج والسبستيوتنت، حتى اذا كان بها سبستيوتنت فهي حلقتين، والسبستيوتنت مالتين ايش راح نسميها؟ راح نسميها بنسلينيك اسيد. هذا وين شائع؟ شائع بالادب الطبي، ماشي، بالميديكال ليترشر. شوف الاستراكشر، هذا هو الاستراكشر مثل ما تشوفون، هذا هو يعني الرينج التورينج، وياهم شنو؟ وياهم سبستيوتد مالتهم، هذول السبستيوتد ايش راح نسميهم؟ راح نسميهم بنسلينيك اسيد. وين شائع؟ قلنا شائع بالادب الطبي. انا شنو خاف هذه تجيبها، هاي الكلمه مهمه ممكن تجيك بالام سي كيو، منو اللي حيكون مور فريكونتلي بالميديكال لترنت؟ اللي هو يا التسميه البنسلينيك اسيد لو بينام لو هذول الاثنين اللي فوق، انت ايش تختار؟ تختار هذا البنسلينيك اسيد. زين، هسه راح ننتقل للتسميه الثالثه، التسميه الثالثه اللي هي مالتنا اللي بدنا نستعملها بهذا الشابتر، مالتنا هاي اللي بدنا نستعملها اللي هي بنسلين
وقبل البنسلين كان شنو اكو؟ كان اكو بنزايل بنسلين اللي هو هذا بنسلين جي، هو هاي التسميه الثالثه ماشي اللي نعرفها احنا. فدي يقول لك الثيرد فورم اللي تستعمله بهذا الشابتر انت ماشي، فهو بورشن اوف مولكيول بنسلين، هو البنسلين زائد شنو؟ زائد مالته الار. شنو الار؟ مثلا الار كانت بنزايل، فايش راح نسميه؟ الار بنزايل، بنزايل بنسلين، هاي هي التسميه الثانيه بورشن اوف مولكيول بنسلين ويا شنو؟ ويا الار جروب ماشي. وهنا منطيك امثله، يعني هاي الامثله اللي يعني راح يعني لازم تحفظهن وتدرخهن. مثلا عندك بنسلين جي ايش راح نسميه؟ بنزايل بنسلين، هذا حفظناه. بنسلين في راح نسميه فينوكسي مثل بنسلين. عندك بعد واحد ثالث، ومو بس ثالث، بعد يعني تقريبا 10 عندنا لازم تكونوا تحفظوهم. عندك الميثسيلين اللي هو ديميثوكسي فينايل بنسلين، وهكذا. هذن الشغلات اللي لازم تحفظوهن. هذا التقسيم الثالث اللي هو اهم واحد بيهم، هواي راح يعني هواي بيحفظ، هواي كلش هواي بيحفظ بيه ثلاث جداول ماشي، جدولين اقصد يعني لازم نحفظهم زين. يقول لك ذني اخر اثنين ذا لتر تو سيستم اللي هو الثالث والثاني ماشي، ايش بيهم؟ سيرف وول يعني جيدين كل يعني ممتازين بالتسميه، ما بيهم اي مشاكل بالتسميه. ايش وقت ما بيهم اي مشاكل بالتسميه؟ سيرف وول فور نيمينج. ايش وقت؟ لمن بنسلين عند سيميلر ستراكشر، سيميلر بنسلين ستراكشر، يعني اذا بنسلين راح يشبه البنسلين الثاني، مثلا عندك بنسلين جي راح يشبه الفي، الاختلاف بيناتهم بس بالار. فالتسميه هاي مال النقطه الثالثه اللي احنا نستعملها باي تشابتر حتكون فعاله بهاي الحاله لما الاستراكشر يكون متشابه، بينما حيكونون شنو؟ ريستركتيف، يعني حيكونون مقيدين او ما راح نقدر نستعملهم. وين؟ لما عندنا الكومباوند مالتنا ايش بي؟ وذ ان يوجوال سبستيوتنت. يعني ان يوجوال سبستيوتنت يعني شنو معناها؟ يعني اكو سبستيوتنت غريب، سبستيوتنت كلش كبير مثلا، شنو؟ هنا ما راح نقدر نستعمل التسميه الثالثه ولا هاي التسميه الثانيه مال البنسلينيك اسيد ماشي. هاي واحد، ايش وقت يكون مقيد؟ ايش وقت تكون اخر اثنين مقيدين اللي هو الثيرد والتوال اللي شرحناها مال البنسلينيك اسيد؟ واحد بالانيوجوال سبستيوتنت، اثنين بالرينج موديفايد ديريفاتيف ديريفاتيفز. اذا عدلنا على الرينج يعني شنو عدلنا على الرينج؟ يعني اذا عدلنا على هاي الرينج وينها؟ اذا عدلنا على هاي الرينج مثلا ما يصير نلعب بالبيتا لاكتام هنا، لان بيتا لاكتام هي الماده الفعاله. اذا عدلنا على هاي مثلا فهنا شنو؟ التسميات الاثنين الاخيرات همين يكونن غير فعالات. فش وقت تكون التسميه غير فعاله؟ هذين التسميه الثالثه والثانيه شو وقت تكون غير فعالات؟ بحالتين، اذا لعبنا وغيرنا بالرينج، واذا شنو كان عندنا؟ انيوجوال سبستيوتنت ماشي. طبعا كل هذا الحكي تقدرون تفهموه منه. عندك الابستراكتس اللي هو هذا الاس 1 قلنا عليه، اليو اس بي، الاس 4 والان هنا حتكون متعاكسه، بينام اللي هو شنو؟ اللي هو تو سايكل اللي هاي الرينج بس شنو ما بيها تكون ان سبستيتيوتد، ماكو سبستيتيوتد عليها. بينما هذا التسميه اللي تكون شائعه وين؟ بالادب الطبي مثل ما قلنا، ايش بيها؟ راح نسميه بنسلينيك اسيد ماشي. وعندك التسميه الثالثه اللي هي هاي اللي جوا، هاي التسميه الثالثه باو. التسميه الثالثه هاي كلها لازم تحفظوها، هي هاي المشكله مالتهم. الاستراكشرات اوفوهم عليكم بالاستراكشرات. بس شنو عندك هنا؟ بنسلين جي، شنو الاسم الكيميائي مالته؟ بنزايل بنسلين، هذا حفظناه. عندك بنسلين في، شنو الاسم مالته؟ فينوكسي ميثايل بنسلين، هذا هم لازم تحفظه، هذا حفظناهم اول اثنين. بس المشكله عندك بالبقيه، بعد عندك تقريبا 10 اسماء لازم تحفظهن. ميثسيلين اللي هو دي ميثوكسي فينايل بنسلين. عندك النافسلين، طبعا هاي في الطريقه سويتها انا بدي احفظها، الناف هنا عندك ناف نفثايل، فمن هنا يعني تقدر تصيدها بالام سي كيو. خاف انت ما تريد يعني خاف انت ما لحقت تحفظهم. فنفسلين هو اثنين ايثوكسي واحد نفثايل بنسلين، فمن هنا تصيدها بالام سي كيو. هذا شنو هذا؟ هذا نف، وهنا عندك نف، نف بنف، فشنو تختاره بالام سي كيو؟ هذا هاي هيك تصيدها. عندك الاموكسيلين همين تصيدها هيك. الاموكسيلين الاسم الكيميائي مالته من امينو هيدروكسي بنزايل بنسلين، امو امينو ماشي، من هنا همين تصيدها بالام سي كيو. سايكلوكسيسين ماشي، سايكلوسين اقصد سايكلوسين، ايش بيه هذا؟ همين تقدر تصيده بالامتحان من السايكل، هنا اكو سايكل وهنا اكو سايكل، هذا الوحيد اللي عنده سايكل، فمباشره بالام سي كيو تصيده ماشي. كاربنسلين همين هذا شنو بيه؟ كارب بالبدايه راح يبدا بكارب، كاربوكسي بنزينين بنزايل اقصد، كاربوكسي بنزايل، فكارب بنسلين كارب بكارب، فراح تختاره بالام سي كيو هيش تحفظه. تجي على هذا، هذا ما بيه مثل هاي اللي فوق، يعني ماكو فد شغله تلقوها من عنده فلازم تحفظه، ما
ماشي. البقية همين عندك، همين ذني ستة، ذني كلهن همين لازم شنو لازم تدرخن، هذا نحفظ عليك ممكن يجي بالام سي كيو، لان هو قال الجدول الوحيد اللي ترك اللي هو 18 واحد اللي هذا بالبداية تركنا، هذا النمو ترك يعني ممكن يجي. زين هسه راح ننتقل لشنو، ننتقل الى موضوع اسمه ستيريو كيمستري. الستيريو كيمستري اللي هو الشكل ال 3 دي نقدر نقول مال الستراكشر، بالستراكشر ماشي. فالستيريو كيمستري هذا موضوع يعني بسيط شوي لازم يعني تحفظه، وسهل وبسيط ماشي. البنسلين موليكيول، هاي البنسلين موليكيول ايش بيها؟ كونتين 3 كاريال كربون اتم، ايش عندها؟ كاريال كربون، كاريال كربون هذا شرحناه احنا بذاك الكورس اذا تذكرون. كاريال كربون، كاريال كربون معناه انه كربون متصله باربع شغلات مختلفه. هنا راح نسمي الكربون ايش نسميها؟ كايرال كربون. فالبنسلين عنده 3 كايرال كربون، ايش كم كايرال كربون عنده البنسلين؟ عنده 3. خوش؟ عنده 3 كايرال كربون اللي هم وين؟ خلينا نجي على رقم اللي هو هذا 1 2 3، كربون رقم 5 و6 وكربون 3، هذول ايش بيهم؟ هذول نسميهم كايرال كربون. شنو معنى كايرال كربون؟ يعني الكربون متصلة بأربع شغلات مختلفة ماشي؟ فال 3 كايرال كربون اللي هم سي 3 وسي 5 وسي 6 ماشي؟ شنو مطلوب من عندك؟ مطلوب من عندك انه تعرف الكونفجريشن مال هاي الكربونات الخمسة والثلاثة والستة. شنو يعني الكونفجريشن؟ يعني هاي قاعدة الكف اليمنى ما اعرف شو يسموها، هي هاي يعني تشوف التوزيع مالتهم من صار من اليسرى لو اليمنى، يعني دي لو ال ليفو ديكسا ليفو ريتوتوري او ديكسترو ريتوتوري ماشي. الدوران مالتهم من يا جهه صاير، مثلا هذا الدوران صاير من الجهه اليسرى، هذا الدوران صاير من الجهه اليمنى. فانت المطلوب من عندك تعرف الكربونات ذني هم ال لو دي، هذا هو الستيريو كيمستري ماشي. فايش دا يقول لك هنا؟ دا يقول لك هنا معلومه يعني تفهمها خاف تجيك بالام سي كيو. الناتشري اكرينج، الناتشري اكرينج اند مايكرو بيولوجيك اكتف او السينثيتك او السيمي سينثيتك بنسلين، يعني البنسلين الصناعي او المو صناعي او السيمي صناعي او الطبيعي ايش بيهم؟ كلهم لازم عندهم نفس الكونفيجريشن، سيم ابسوليوت كونفيجريشن، نفس الكونفيجريشن اللي راح نقوله جوا، فلازم عندهم نفس الكونفيجريشن على مود يكونون شنو؟ يكونون اكتف ماشي. فنبدي بداية نبدي بشنو؟ بالكربونة اللي تكون بيرينج ذا اسايل امينو جروب. الكربونة تكون اللي تكون قريبة على الاسايل، يا كربونة تكون قريبة على الاسايل، تتذكروا الاسايل وين كان؟ خلينا نروح لهذا الرسم، هذا هو الاسايل، يا كربونة تصير قريبة على الاسايل اللي هي رقم 6. فرقم 6 شو نسميها؟ الكربونة اللي تصير قريبة على الاسايل. خوش؟ ايش بيها هاي الكربونة اللي تكون قريبة على الاسايل اللي هي يا رقم اللي هي رقم 6 ماشي؟ كربونة اللي تكون قريبة على الاسايل، اسايل امينو، انت بس احفظ اسايل مو اسايل امينو، انا قبل تعرفها بالامتحان. فالكربون اللي يصير قريب على الاسايل اللي هي رقم 6 ايش بيها؟ ادها ال كونفيجوريشن، هذا ال كونفيجوريشن ماشي. شنو ادها؟ ادها ال كونفيجوريشن يا رقم كربون رقم 6 سي 6 وايضا سي 5، سي 6 وسي 5 اثنيناتهم اخوان واحد لازق بالثاني فاثنيناتهم ال. خوش؟ ال كونفيجوريشن من هو سي 6، بينما الكربون اللي تكون قريبه او متصله بالكربوكسيليك جروب، منو الكربون اللي متصله بالكربوكسيليك جروب؟ شوف 5 و6 ذن اخوان ايش بيهم؟ ذول ال، اللي متصله بالكربوكسيليك جروب منو؟ الثلاثه ايش بيها؟ الثلاثه دي ديكسترو ريتوتوري، يعني شنو دورانها صاير شنو من اليمين الى اليسار، هذا الدوران مالتها، هذا يعني دوران مالتها من الجهه اليمنى ماشي. فدا يقول لك هنا وين الكربون هاي ايش بيها اللي تكون قريبه على الكربوكسيليك جروب؟ ايش بيها؟ عندها دي كونفيجوريشن ديكسترو. خوش؟ هاي يعني من الشغلات المهمه اللي تقراها هنا، ان ذن الشغلات المهمه يعني تحفظين حفظ وتفهمين شويه، لان هو هذا يعتمد على الشكل الفري يعني احنا ما نقدر نشوفه. زين يقول لك هنا ذا اسايل امينو اند كاربوكسيل جروب ار ترانز تو ايتش اذر. الترانز هو بالشكل الفري، الترانز هو يعني نقدر نقول بالشكل الفري دي طاب لي جوا ما طالع لي برا، وانما طاب لي جوا هيك هيك يرمزوا له اذا شايفين هيك هيك يرمزوا له، هذا رمز. وعندك هذا هم اللي صاير بالطوخ هذا يسموه سيس، فعندك سيس وترانس. الترانس اللي هو هذا اللي هو الخطوط بالستركتشر يسموه خطوط، يعني شنو؟ يعني طاب لي جوا، بينما اذا كان هيك باللون الداكن مثل ما تشوفون هنا هذا اللون الداكن معناه شنو؟ طالع لي برا بالشكل ال 3 دي. فهو يرسم لك واحد خطوط معناه شنو؟ هذا الخطوط معناها طاب لي جوا، او يرسم لك اياه بشكل داكن معناه شنو؟ هذا بالشكل ال 3 دي يعني صاعد لي فوق
طبعا ما نقدر نشوفه يعني، ما نقدر نشوف الاستراكشر 3 دي، فلذلك يعني هيك يرسمون. ماشي، فهذا اللي اقول لك يعني. زين، يعني هاي شغله مو كلش مهمه، لا تنتبهوا لها كلش هواي، بس اللي مهم اللي هو هذا اللي هنا راح نحكي. اللي مهم هنا يقول لك ذا اتم كومبوزنج 6 امينو بنسلينيك اسيد. يعني هو شنو البنسلين هذا 6 اي بي اي بي اي هذا ايش بي؟ قلنا هذا راح نشتقه من 2 امينو اسيد اذا تتذكرون، 2 امينو اسيد اللي هو السيستين والفالين. سيستين والفالين، ال سيستين وال فالين، انتبهوا لهم اللي هم ال بال. هذا ال فالين بعدين يتحول الى دي فالين، وبعدين يشتقون من عنده البنسلين. بس اللي تعرفه من السيستين والفالين ايش راح تحصل؟ راح تحصل على البنسلين. زين، السيستين ايش راح تحصل من عنده؟ راح تحصل من عنده على الاس، بما انه هو بي سيستين، سيستين بي اس، فراح تحصل من عنده على الاس، عمل هسه الحفظ عليك. بينما الفالين هذا ما بي اس، فما راح تحصل من عنده على اس. فالسيستين حتحصل من عنده على اس واحد. ماشي، اس واحد هو يا سيستم اذا تذكروا ابستراس، كان هو الاس واحد الابستراس. بينما ذاك اليو اس بي ابو الاربع، من هو اذا كانت الاربع اس هذا ابو اليو اس بي، بينما هذا واحد هنا يتبع لك نظام الابستراس. فالسيستين اس واحد، السي خمسة، السي ستة، والسي سبعة. اذا كلهن شنو؟ اذا كلهن نحصلهن من السيستين. فتروح على الاستراكشر باو سي واحد، سي خمسة، سي ستة، سي سبعة. هذا الخط اللي صاير هيك، شوفوا هذا الخط كله شنو؟ منين تحصل هذا؟ منين نجيبه؟ نجيبه من السيستين. ماشي، منين نجيبه؟ الاس واحد والخمسه والسته ذن الاخوان والسبعه وياهم نجيبهم من السيستين. زين، ايش بقالك؟ بقالك الفانين. هذا الفانين شو تحصل من عنده؟ حتحصل من عنده دي مثل، هسه راح نجي سي 2 سي 3 ام 4. ماشي؟ اند كاربوكسيل. يعني الشغلات اللي بقى كلهم منين تحصلهن؟ كلهم تحصلهم من الفانين. يعني انت تقدر تحفظ السيستين وتقول الشغلات البقيه كلها نحصلها من الفالين. خوش، بس احنا حنشرح الفالين، نقول وين مرات الشغلات. فهذا سي 3 السي 2 الدي مثل، هذا بقى هذا مثل وهذا مثل، هذا الدي مثل وهذا السي 2 وهذا السي 3 وهذا الكاربوكسيل وهذا الان 4. ماشي، يعني هاي الجهه كلها من حصلناها؟ حصلناها من الفالين. قلت لكم انتم تقدرون تحفظون بس السيستين والبقيه كلها فالين اذا جاب الام سي كيو. زين، هسه الابسوليوت ستيريو كيمستري، يعني الكونفيجوريشن احنا كان اذا تذكرون بالكورس الاول كله اس وار، ما عندنا دي وال. فهنا راح يقول لك الاس والار مال الثلاثه والخمسه والسته. ماشي، هاي بالشكل ال 3 دي، ما علينا بيهم. الثلاثه اللي هي الاس، يعني شنو الاس؟ يعني دي ديكستروتوري. ماشي، بينما الخمسه والسته ايش بيهم؟ ار اللي هم الليفو. ماشي، فالثلاثه دي اللي هي الاس والخمسه والسته اللي هي ال اللي هي الار. ماشي، اذا نلي هاي انا هاي تدرخوها درخ، هي بالشكل اللي تريد. قلت لكم ال بالجهه اليسرى والدي اللي هي الدكسترو من الجهه اليمنى. زين، كملنا هذا الموضوع مال كملنا موضوع الستيريو كيمستري. هذا يعني شويه يحتاج حفظ وفهم. راح تيجي على موضوع كلش سهل وبسيط اللي هو ميكانيزم اكشن فور بنسلين، شلون راح يشتغل البنسلين او شلون راح يشتغل السفلوسبورين. هم اثنيناتهم نفس الشغل راح يشتغلون. ماشي، راح يشتغلون وين قلنا؟ على السيل وول ويثبطوه. فهسه راح يحكي لك اهميه السيل وول للبكتيريا. هذا الحكي كله شوي شايفه، هذا كله تفهمه، كله فهم. هو الميكانيزم هذا كله تفهمه، ما بي اي شيء يحفظ، كله تفهمه. فيعني هسه راح نقرا وعلى مود يعني بس هاي نقرا قرايه ونعوفه، فشي كلش بسيط وسهل نبدي منه انا، يعني هذا كله حكي مو كلش مهم. يقول لك البكتيريا عندها سيل وول، طبعا عندها سيل وول لان الخليه الحيوانيه ما عندها سيل وول، هذا الشيء عرفناه بالبدايه. ماشي، هذا السيل وول راح يحمي البكتيريا، يحميها من شنو؟ من اللارج رينج. لارج رينج مثل شنو عندك؟ يحميها من البي اتش الحامضيه مال المعده، يحميها من التمبرتشر، يحميها من الاوزماتيك بريشر. اوزماتيك بريشر اللي هو هذا اهم واحد. شنو الاوزماتيك بريشر؟ يعني المي راح يدخل للبكتيريا، اذا دخل بكميه كلش كبيره هذا المي راح يسبب اوزماتيك بريشر وراح يخلي البكتيريا تطق تنفجر. هذا هو الاوزماتيك بريشر. ماشي، فده يقول لك without cell wall، بدون الخليه هاي، الخليه البكتيريه بدون جدار خليه ايش راح يصير بيها؟ الووتر would continually enter the cell. ماشي، الووتر ايش بيه؟ راح يدخل للخليه، وش يصير؟ يصير اوزماتيك بريشر وتنتفخ الخليه، result اوزماتيك بريشر causing the cell swell. راح تنتفخ، وش يصير بيها؟ burst، تنفجر، لايسس، يعني راح شنو؟ راح تتحلل وتنفجر وتموت الخليه. فده يقول لك انه الخليه البكتيريه اذا ما بيها، انه الخليه البكتيريه عندها شنو؟ عندها سيل وول. هذا السيل وول يفيدها وين؟
يفيدها انه هي تخليها تتحمل البي اتش التمبرتشر والاوزماتيك بريشر. اذا ماكو هذا السيل وول وذاوت سيل وول الووتر راح يدخل لداخل هاي الخليه وراح يخليها تنتفخ وتنفجر. ماشي، هذا اللي يقول لك اياه وهذا تفهمه. وايش يقول لك بعد حكي جوا هذا يعني مو كلش مهم بس التقلاع هيك راي مره. ايش يقول لك السيل وول شنو بي از فيري بورس. يعني شنو فيري بورس؟ يعني ينفذ منفذ يعبر المي. يعني هذا المي يعبر، يعني المي الووتر هذا يقدر يعبر السيل وول بس شنو بكمية محددة ما يخليها تنتفخ. يعني بس اللي يحتاجه البكتيريا. ماشي، ايش قد تحتاج بكتيريا مثلا؟ احتاجت هالقد كمية دخل مي هالقد، السيل وول بعد ما يدخل مي. ماشي، فهو هاي بورس. فايش يقول لك هو هاي بورس and does not block the entry of water. هو يعني منفذ وما يسد الووتر، ما يسد دخول الووتر الى داخل الخلية. بس شنو؟ but prevent the cell swelling، ما راح يخلي الخلية تتضخم وتنفجر. يعني هذا شيء تفهمه. ماشي، هنا هذا يقول لك الانيمال سيل دونت هاف سيل وول، فراح تكون هذا في التارجت كلش مميز للانتي بايوتيك. هذا شيء فهمناه، هذا الحكي كله فهم، يعني تفهمه فهم، ما في شيء تحفظه بالميكانيزم. بابا هسه شنو؟ هسه راح نقف الملزم، راح اشرح لكم شرح الميكانيزم على الرسم، بالرسم ارسم لكم واشرح لكم وبعدين نجي للحكي. ماشي، اذا فهمتوا اللي راح احكي فالحكي هذا كله راح يصير فشي كلش سهل عليكم. بابا الخليه البكتيريه، او قبل ما نحكي على الخليه البكتيريه، البنسلين والسفلوسبورين ايش بيهم؟ قلنا يشتغلون على شنو؟ على الجدار مال الخليه، على السيل وول، على السيل وول. شو يسوون للسيل وول؟ يدمروه، يوقفون السيل وول. فهسه راح شنو؟ راح نجي نشرح السيل وول هذا جدار البكتيريا من شنو متكون، شلون صاير، وشلون راح يثبط. ماشي، فالجدار مال البكتيريا مثل يعني مثل الحائط، متكون من شنو؟ من طابوك او بلوك. ماشي، متكون من طابوك هيك، يعني هذا هو شنو؟ هذا هو الجدار، او هذا هو السيل وول، عبارة عن حائط. ماشي، هذا الحائط من شنو متكون؟ متكون من شكر، سكر، سكر زائد شنو؟ زائد بيبتايد. ماشي، البيبتايد شنو هذا البيبتايد؟ البيبتايد مثل الاسمنت اللي يلزق لك طابوقه بطابوقه. الشكر شنو هذا الشكر؟ الشكر هو الطابوق. فاكو طابوقه اسمها ناق، الطابوقه اللي بصفها نام، وحده ناق وواحدة نام. ماشي، هذا هو السيل وول بكل بساطة. السلول مال الخلية البكتيرية هو عبارة عن شكر وبيبتايد. الشكر الشجر أو الشكر هذا شنو؟ هذا الطابوق، والبيبتايد هذا هو الإسمنت. فواحد يلزق واحد شنو؟ فالطابوقة تلزق بطابوقة عن طريق شنو؟ عن طريق البيبتايد. ماشي، هاي بصورة كلش بسيطة شرحتها لكم. هسه نجيها نفصلها بصورة يعني نشرحها بصورة مفصلة أكثر. واو، هذا هو الناق وهذا هو النام. هذا شنو سميناه؟ سميناه الطابوق، اللي هو شنو؟ طابوق اللي هو الشكر. ماشي، والبيبتايد اللي هو هذا اللي باللون الاخضر. ماشي، اللي تشوفوه هذا شنو؟ هذا اللي باللون الاخضر، هذا البيبتايد. شلون راح يصير الارتباط؟ الارتباط راح يصير من النام، فقط من النام. الناق ما راح يرتبط الناق بناق، وانما بناب بنام راح ترتبط. الناق هو مربوط بالنام، هذول اثنيناتهم مربوطين، هذول اثنيناتهم طابوقه واحده، هذول اثنيناتهم طابوقه واحده، هذول كل اثنيناتهم طابوقه واحده. فهذول هم مربوطين، ما يحتاج يرتبطون، ما يحتاج يرتبط ناق بناق. اللي راح يرتبط بس النام. ماشي، شلون راح يرتبط؟ هذا البيبتايد وهذا البيبتايد، هذول البيبتايدات ايش بيهم؟ راح يرتبطون واحد بالثاني. ماشي، هيك راح يرتبطون. هذا البيبتايد حيرتبط بهذا البيبتايد، وهذا البيبتايد حيرتبط بهذا البيبتايد، وهذا البيبتايد حيرتبط بهذا البيبتايد. شلون راح يرتبطون؟ هذا اللي باللون الازرق شنو هذا؟ هذا انزيم راح يخليهم يرتبطون. شنو اسم هذا الانزيم؟ لازم تحفظه، اسمه ترانز بيبتايديز. ترانز بيبتايديز هذا راح يربط لك شنو؟ راح يربط لك هاي البيبتايد اللي باللون الاخضر بهاي البيبتايد اللي باللون الاخضر، يربط لك وحده بوحده. شلون هذول راح يرتبطون؟ عن طريق هذا الانزيم اللي شنو اسمه؟ الترانس بيبتايديز. هذا هو الترانس بيبتايديز، شوفوا خلينا نرسمه. هذا هو شكله هيك صاير، ترانس بيبتايديز هذا شكله. ماشي، هذا الشكل مالته، طبعا هذا من عندي جايب هذا الشكل. ماشي، هذا الترانس بيبتايديز. فهذا الترانس بيبتايديز راح يجي شو يسوي؟ راح يجي يربط النام بالناق، وشنو؟ ينبني الجدار مال الخليه البكتيريه. زين، هسه راح يجي شنو؟ راح يجي الانتي بايوتيك مالتنا اللي هم جماعه البيتا لاكتام، فقط جماعه البيتا لاكتام. اللي هم من هم؟ جماعه البيتا لاكتام اللي هم اثنين قلناهم اللي هم مهمين، السفلو ومن ويا بعد البنسلين. السفلو والبنسلين شنو عنده؟ عنده بيتا لاكتام. هذا هو البيتا لاكتام، خلينا نرسم البيتا لاكتام. هذا هو البيتا لاكتام. هذا البيتا لاكتام ايش حيسوي؟ حيجي يمشي يمشي يمشي، وين يتصل؟ يجي يقعد هنا، يجي يقعد بالترانس بيبتايديز. لما يقعد عليه راح يوقفه، فيجي هنا ويقعد هنا. شوفوا قاعد هنا، كتبت غلط هنا، ان
فلما قاعد هنا ايش سوى؟ ثبط الترانس بيبتايديز. لما ثبط الترانس بيبتايديز بعد هذا الترانس بيبتايديز ما راح يشتغل. ولما ما يشتغل هذا الترانس بيبتايديز شنو اللي راح يصير؟ يعني شنو؟ يعني وقف هذا الارتباط، وقف هذا البناء مال الجدار الخلفي. فهي الميكانيزم بكل بساطه مال شنو؟ مال البنسلين والسفلوسبورين. اذا فهمت هذا الحكي اللي راح يجي والسلايدات كلها راح تفهمها. وقفت شغلات كلش بسيطه اضافه للحكي مالتي وتفهم كل شيء. بس هذا اللي فوق شرحناه احنا، قلنا هذا بس تفهم فهم اللي جوه هو الميكانيزم. راح يبدا يحكي لك عن الميكانيزم. يقول لك الجدار من شنو متكون؟ من البيبتايد جلايكان ستراكشر. شنو بيبتايد جلايكان ستراكشر؟ يعني بيبتايد زائد شنو؟ زائد شوجر. مثل ما قلنا بيبتايد، عرفت شكله وعرفت وين موجود، وشنو؟ وشكر. الشكر شنو هذا؟ حيكون اما نام او ناق. خوش، نام او ناق. بعد جدا يقول لك، دا يقول لك البيبتايد تشين حيرتبط بشنو؟ بوند تو شنو؟ تو نام. مثل ما تشوفوا هنا بالرسم، احنا وين رسمنا البيبتايد؟ تشوفون هذا البيبتايد وين موجود؟ موجود فقط على النام، هذا اللي بالاسود فقط على النام. بينما الناق ماكو عليه بيبتايد، لان قلنا ما يحتاج. هم بلوكه واحده، هذولي هم طابوقه واحده، ما يحتاج ان يرتبطون، ما يحتاج هذا يرتبط بهذا. فهذا اللي يقول لك زين. هذا الحكي اللي هو زايد، اللي هو يعني انا ما شرحته بالميكانيزم. ايش دي يقول لك؟ يقول لك انه هاي البيبتايد شبيهة البيبتايد، هي البيبتايد يعني اذا نجمع ايش راح يصير؟ راح يصير امينو اسيد. فدي يقول لك هذا البيبتايد هو دي امينو اسيد. هو شنو يعني دي؟ يعني من الجهه اليمنى، يعني الدوران ما تصير شنو؟ ديكسار توتوري. نوقف النت ماشي. فالدوران يعني شنو صاير مال الدي؟ اقصد شنو الدوران مال البيبتايد؟ صاير دي. خوش، يعني الدوران مال منو؟ الدوران مال البكتيريا، يعني البيبتايد هذا وين موجود؟ موجود بالبكتيريا. فدوران البكتيريا دي. بينما ان هيومن بايوكيمستري، يعني بالهيومن الامينو اسيد شي يكون دائما يكون ال، ما يكون دي. خوش، فاللي تعرفه من هنا الكونفيجوريشن مال البكتيريا او مال البيبتايد يكون دي، بينما بالانسان ال. ماشي. شنو الشغله المهمه؟ الشغله المهمه اللي هي هاي، يقول لك البكتيريا ايش تقدر تسوي؟ عندها انزيم اسمه ريس ميز. بكتيريا عندها انزيم اسمه ريس ميز يحول لك ال ال الى دي. ماشي. فهذا يعني هذا اللي تفهمه. شنو اللي تفهمه؟ عندك دي او ال، ال ال هو الانسان، الدي اللي هو البكتيريا. البكتيريا ايش عندها؟ عندها انزيم يحول لك ال ال الى دي. شنو اسمه هذا الانزيم؟ اسمه ريس ميز. زين، نكمل الحكي مالتنا. طبعا هذا هو اللي انا يعني شرحته، فما يحتاج يعني نرجع نشرح هذا الحكي اللي موجود هنا، هو انا شرحته. طبعا انا ذكرت في شغله ما شرحتها، ما شفت هذا الاستراكشر، خلينا نرجع لها وينها اللي هي هاي، اللي هو يعني الاستراكشر مال البنسلين. يقول لك الاستراكشر مال البنسلين هو شنو؟ يشبه كتاب نصف مفتوح. يعني شلون يشبه كتاب نصف مفتوح؟ هذا الاستراكشر تشوفون، هذا الاستراكشر نفس الكتاب. شوفوا هذا، يعني تخيلوا كتاب، فهو كتاب نصف مفتوح. انا نسيت، يعني نسيت شلون ذكرتها. ماشي. فهسه نرجع، قلنا هذا شرحناه هنا، يعني رسمناه، ما يحتاج نرجع نعيده، انا معقديه اكثر. هنا يعني هذا الناق والنام، هاي الاسماء مالتهم. الناق هو الان اسيتايل جلوكوسامين، والناق اللي هو ان اسيتايل ميوروميت او ميوروميك اسيد. ما يحتاج تحفظوهن، لان هو بين الاي اللي هو الاسيتايل والجي اللي هو جلوكوسامين. بس احفظوهم، خاف يغير لك. مثلا هنا يقول لك جلايكين، جلايكان، ما اعرف شنو، احفظوهم يعني تحفظوهم. نكمل الميكانيزم. وصلنا الى فاينل ستيج، يعني هسه هنا شنو راح يبدا الشغل مال، نقدر نقول شغل مال الانتي بايوتيك. ماشي. فاينل ستيج راح يصير سيل وول بايوسينثيسيس بيبتايد تشين لينك توجذر. يعني شنو البيبتايد تشين؟ راح شنو راح ترتبط واحده بالثانيه. هاي البيبتايده راح ترتبط بهاي البيبتايده، هاي البيبتايده راح ترتبط بهاي البيبتايده، وواحده راح ترتبط بالثانيه. هاي شو وقت اخر شيء بالتصنيع مال السيل وول. ماشي. شلون راح يرتبطون؟ باي ديسبليسمنت اوف دي الانين ويا منو؟ ويا الجلايسين. يعني شنو هذا ديسبليسمنت اوف دي الانين ويا الجلايسين؟ هسه راح اوضحها لكم. باو، هذا شنو هذا؟ تشوفون هذا؟ هذا نسميه بيبتايد، مجموعه من الامينو اسيد. شو نسميها؟ نسميها بيبتايد. هذا بيبتايد. فدي يقول لك البيبتايد، هذا البيبتايد وينه؟ الالنين مال البيبتايد الاول حيرتبط بالجلايسين مال البيبتايد الثاني. يعني شلون؟ يعني عندنا هذا مثلا بيبتايد، هذا شوفوا البيبتايد هو مجموعه من الامينو اسيد، طبعا البيبتايد، فهذا اللون اللي بنفسجي هذا امينو اسيد. فعندك هذا اخر واحد اللي هو من اللي هو الالنين. ماشي. هذا اخر واحد اللي هو الالنين. وهنا عندك هذا البيبتايد هو من مجموعه من الامينو اسيد،
عندك مثلا هذا ثاني واحد اللي هو الجلايسين. فايش دي يقول لك؟ دي يقول لك حيصير ديسبليسمنت بين هذا وهذا، يعني واحد حيرتبط بالثاني، هم يرتبطون دون واحد بالثاني، راح يرتبط يعني البيبتايد بالبيبتايد عن طريق انزيم سميناه ترانس بيبتايديز، اللي منو يثبط لك الترانس بيبتايديز اللي هو البيتا لاكتام اللي موجود بالبنسلين او السفلوسبورين. هذا هو اللي يقول لك اياه، يعني انت كله فاهمه زين. اباوت شنو 30 انزيمز راح يشاركون شنو بالبايو سينثيسيس اوف سيل وول، يعني مو بس الانزيمات اللي ذكرناها، مو بس الانزيم مال الترانس بيبتايديز هو اللي راح يبني لك، لا اكو 30 انزيم بس اهم واحد منهم اللي هو ترانس بيبتايديز. ماشي، بس يعني هاي هم تحفظ الرقم خافيجي يعني بالام سي كيو، انه 30 انزيم هم شنو؟ هم اللي راح يصنعوا لك ال يعني ال هذا السيل وول. بعد ايش يقول لك؟ What is final cross linking reaction which is inhibited by penicillin؟ وقلنا اخر خطوه اللي هي final stage هاي مال الربط، منو اللي راح يثبطها؟ بنسلين السفلوسبورين. ماشي، اللي ادى بيتا لاكتام راح يثبطه. خوش، بعد شنو دا يقول لك؟ يقول لك this lead to cell wall framework that is no longer interlinked، يعني شنو؟ السيل وول ما راح يصير يعني مرتبط واحد بالثاني مثل ما شفنا، انه النام بالنام ما راح يرتبط. وشنو اللي راح يصير؟ الخليه ما يعني الجدار مال الخليه بيكم فرجل، ويقوم شنو؟ يقوم يطبب مي، وهذا المي لما راح يطب قلنا ايش راح يسوي؟ راح يسوي سولينج، وشنو؟ يخلي الخليه البكتيريه تنفجر وتموت. طبعا اهم انزيم قلنا والمسؤول عن الكروس لينكينج، الكروس لينكينج يعني شنو؟ يعني الوسيط اللي راح يربط لك بين البيبتايد والبيبتايد الاخر، اللي هو من هو سميناه ترانس بيبتايديز، ورسمناه بهذا الشكل. وقلنا منو يجي يقعد عليه؟ اللي يجي يقعد عليه اللي هو البيتا لاكتاميز، انا مودي وقفه يعني. ماشي؟ فهذا هو الميكانيزم بكل بساطه يعني. هذا الرسم شنو؟ هذا الرسم ده يقول لك انه البنسلين راح يسوي لك انهبت الترانس بيبتايديز، هذا تفاهمه. هذا اللي شنو؟ اذا البيبتايد اللي هو هذا اللي باللون الاخضر، انت هم فاهمه؟ فاذا كل انت فهمته. زين. اخر سلايد. اخر سلايد هذا ونختم المحاضره والبقيه نكملها على المحاضره اللي تجي. شنو يقول لك؟ اكو ديفرنس بالثيكنس اوف سيل وول بتوين جرام بوزيتيف والجرام نيجاتيف. البكتيريا اللي تكون جرام بوزيتيف والجرام نيجاتيف، الثيكنس مالتها السمك مال الجدار الخليه مالتها راح يختلف. بالجرام بوزيتيف السمك راح يكون كلش عالي، 50 الى 100 شنو لاير طبقه، بينما بالجرام نيجاتيف هي طبقتين اونلي تو لايرز. هاي يعني تحفظها خاف تجيب الام سي كيو، يعني مو كلش مهم.